رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم. بينضمنا دلوقتي استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي في اليوم السابع. مساء الخير عليكم منورنا. اهلا، مساء الخير لحضرتك. النهارده اكيد هنتكلم على حاجات كتير بتخص النادي الاهلي، ويمكن اهمها اكيد لقاء بكره، لقاء النادي الاهلي مع مصر المقصه الساعه 5 مساء على ملعب برج العرب في اسكندريه، في اللقاء المؤجل ما بينهم من الاسبوع ال11. شايف اللقاء ده ازاي؟ اعتقد ان اي مباراه للنادي الاهلي دلوقتي بقت مهمه. أكيد. مباراه بتستحوذ على يعني اهتمام جمهور النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بقى عنده هدف رئيسي حاليا طبعا بخصوص بطوله الدوري. هو ده اللي بيسعى ليه عشان يقدر ان هو يصالح جمهوره على اللي حصل في بطوله افريقيا. اعتقد ان طبعا المباراه هي مش سهله بالنسبه للنادي الاهلي، في جهاز فني قوي جدا من الناحيه الثانيه، الكابتن طلعت يوسف واللعيبه، اعتقد برضو لعيبه مصر المقصره على مستوى عالي، وعندهم في نقاط قوه، في نقاط قوه طبعا مهمه جدا ومنظم زي ما حضرتك قلتي. فاعتقد ان المباراه مش سهله على النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعتقد برضو ان هو استعاد جزء من يعني قوته بالفتره اللي فاتت بعد الصفقات اللي حصلت، والجهاز الفني الجديد اللي تولى المسؤوليه. التناغم والانسجام بياخد وقت بعض الشيء طبعا ما بين اللعيبه كلها، واعتقد ان الفتره اللي جايه هتبقى في انصهار اكتر بالنسبه للعيبه، وهيبقى في نوع من التفاهم اكتر ان شاء الله. وصلت عدد الاصابات او الغيابات عن النادي الاهلي ل 15 لاعب، شايف بكره ازاي ممكن يقود مارتين لاسارتي اللقاء ده، او التشكيل المتوقع بالنسبه لك من وجهه نظرك هتشوفه ازاي؟ هو طبعا سوء حظ يعني فظيع جدا بيقابل النادي الاهلي من بدايه الموسم مش من دلوقتي، و15 لاعب ده يعني تقريبا يعني نص قوام الفرقه. ده اكتر من فرقه. يعني بالظبط اكتر من فريق، فبالتالي يعني ده لود كبير جدا على سواء الجهاز الفني او اللاعبين. لكن النادي الاهلي عنده من البدائل حاليا ان هو يقدر ان هو يستخدم البدائل بتاعته، يقدر ان هو يستغل المجموعه اللي موجوده. اعتقد ان في لعيبه هيبقى ليها دور ان شاء الله غدا في المباراه مع مصر المقاصه، زي صلاح جمعه. اعتقد صلاح جمعه هو اللي هيبقى ليه دور مهم جدا. النادي الاهلي خلينا نتفق ان كان عنده يعني نوع من الفقر ناحيه في مركز صناع الالعاب. صلاح جمعه هو اللاعب حاليا الوحيد اللي يقدر يقوم بالدور ده، واللي يقدر ان هو يستطيع ان هو يكون محور الفريق او محور اللعب في الفرقه. اعتقد برضو ان غياب وليد ازارو مع مروان محسن هيدي فرصه اكتر لعمرو جمال ان هو يظهر مع الفرقه بشكل يعني كويس، لو عمرو عنده الرغبه، ولو عمرو عنده ان هو يرغب في الاستعاده مره تانية ويرجع تاني منتخب مصر ويقدر انه يبقى مهاجم النادي الاهلي الاول. كل دي اعتقد هتبقى دوافع كويسه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للجهاز الفني. اكيد. طيب في ناس كتير قوي بتتكلم ان خلاص كده الدوري اتحسم، شايف ده ازاي؟ لا طبعا اللي بيتكلم كده يعني ما يعرفش في الكوره يعني، او ما عندوش يعني مش ملم اكتر بتاريخ الكوره وفي نفس الوقت كمان لسه يعني فتره كبيره يعني. احنا بنتكلم في الاسبوع يعني، احنا اعتقد ان احنا دي مباراه مؤجله. صحيح. من الاسبوع 11 ونادي الاهلي كمان ليه مباراه مؤجله اخرى. صحيح. والمنافسين الاخرين برضه عندهم سواء ماتشات مؤجله او مباريات مهمه جايه، فاعتقد ان دلوقتي حتى يقول ان حسم البطوله ده امر صعب جدا. لا، لسه في وقت، لسه في منافسات، لسه في مباريات، لسه في ناس هتقع ناس هتطلع يعني. أكيد. يعني ده أكيد. عرف الكوره بيقول كده، في ناس هتقع وفي ناس هتطلع، فاعتقد ان بدري جدا على اللي بيتكلم على موضوع ان المنافسه اتحسمت. واتحسمت لمين يعني؟ هتتحسم لمين؟ ما هو في تقريبا اربع فرق، والنادي الاهلي بينافس او مش بينافس، عنده مباريات مؤجله. فلما اما يبقى في تساوي ما بين المباريات، نقدر نقول ان في حد اول او في حد تاني او في حد تالت. طيب لو نرجع كام يوم ورا ومباراه شبيبه الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا، شفت اللقاء ده ازاي؟ شفت اداء النادي الاهلي ازاي قدام الفريق الجزائري؟ ومتوقع مين اللي هيكون في المجموعه دي اللي بتضم طبعا سيمبا التنزاني، شبيبه الثوره الجزائري، النادي الاهلي وفيتا كلوب، مين اللي ممكن نقول عليه الحصان الاسود بتاع المجموعه دي؟ بص، انا بشوف ان النادي الاهلي يعني الحمد لحد ما القرعه خدمت النادي الاهلي في والظروف المحيطه بيه، لان الفرق المنافسه مش على المستوى اللي هو
ان احنا نخشاه كنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي من اكبر فرق افريقيا، أكيد. عنده طبعا تاريخه الافريقي كبير جدا، فبالتالي الفرق الاخرى ما عندهاش الحاجه تخوفنا او حاجه ان هي ترعب النادي الاهلي او تخليه قلقان. اعتقد ان فيتا كلوب هو الفريق اللي هو ممكن يبقى هو الثاني مع النادي الاهلي. الفرقتين التانيين هم في محاولات وفي يعني اجتهاد منهم، لكن النادي الاهلي مستوى تاني خالص او فرق كبير جدا. اعتقد ان كمان ان شاء الله باذن الله بعوده لاعبين كتير جدا لمستواهم او لفورمتهم المعروفه، النادي الاهلي هيبقى شكله مختلف خالص، والفرق اللي قصاده مش هتظهر بالشكل اللي بتظهر بيه في المباريات. يعني شفنا اللقاء اللي فات لشبيبه الثوره قصاد سيمبا التنزاني بيخسروا بثلاث اهداف نظيفه، جم قدام النادي الاهلي تعادلوا، وطبعا احنا اللي تعادلنا بعد كده براسيه كريم ندفد. شايف ان ده بيدل على ايه؟ يمكن ممكن نقول مثلا ان سيمبا التنزاني ده فريق قوي جدا، نقول ان شبيبه الثوره ما كانتش موفقه في لقائها مع سيمبا التنزاني، ولا النادي الاهلي ما كانش موفق في اللقاء ده؟ كل مباراة بيبقى ليها ظروفها، كل مباراة بيبقى ليها ترتيباتها او المواقف اللي بيبقى محيط بيها. وارد جدا ان فرقة في مباراة ما بتبقى عندها نوع من القصور او نوع من يعني قلة الاجتهاد في الملعب فبيخسر، زي مثلا شبيبة الثورة لما بيجي يلعب مع النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي اكبر انديه افريقيا، بيقدم كل اللي عنده، بيبقى مركز جدا، بيلعب في القاهره، عارف ان جمهور كبير بيشوفه وعارف ان ناس كتيره جدا بتشوفه، فبالتالي هو بيقدم نفسه اقصى ما عنده. في المباراه دي يمكن كان النادي الاهلي كان عنده نوع من الـ يعني القصور في بعض الواجبات، وكان برده اللعيبه تركيزها مش على المستوى المطلوب. انا بامل الفتره اللي جايه يبقى ده دور الجهاز الفني. انت كمان برضو ما تنسيش ان كان في غيابات، يعني صحيح. كان في غيابات في المباراه دي، وإصابات. في اصابات، فاعتقد برضو دي من ضمن الحاجات اللي هي يعني تخلي النادي الاهلي عنده مبرر في النتيجه اللي حصل. الاهم ان المباراه اللي جايه هو يبقى كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه هدفها الرئيسي هو المكسب او الفوز سواء داخل القاهره او خارج القاهره، هو ده الاهم. لكن مش معنى ان شبيبه الثوره يعني عمل نتيجه مع سامبا وتعادل مع النادي الاهلي يبقى شبيبه الثوره فريق عالي، لا بالعكس، انا بشوف ان هو فريق قليل جدا وفريق اقل من النادي الاهلي كتير جدا. حتى كمان على مستوى يعني الدوري بتاعه هو مش مركز متقدم يعني. طيب خليني اسالك عن شفت ازاي لاسارتي او قيادته الفنيه للقاء ده، لقاء شبيبه الثوره، هل شفته موفق في قيادته الفنيه للفريق وفي التغييرات اللي عملها؟ من الظلم ان احنا يعني نحكم على لاسارتي حاليا. الراجل يعني لسه ما بقالوش مباراتين ثلاثه، وخصوصا كمان ان هو جاي في وقت يمكن صعب جدا، في نص موسم، في تغييرات، في اشكاليات ببعض المراكز، في مباريات متاجله، في بطوله افريقيا، في بطوله الدوري، فالراجل برضو يعني معذور يعني. صعب ان احنا نحكم عليه بعد مباراتين ثلاثه. صعب ان احنا لسه هو كمان ما استكشفش كل اللاعبين، بس يعني بصرف النظر عن ان انا مدرب اسم كبير او ليا يعني باع كبير جدا في اوروبا، لكن في النهايه هو لازم يستكشف كل اللاعبين اللي عنده، لازم يشوف كل العناصر اللي موجوده. هو في اعتقد في ناس لسه ما شافهاش، يعني في مجموعه كانت مصابين لسه ما شافهمش على مستوى الأكيد. يعني فبالتالي لازم ان احنا نديله فرصه، لازم ان احنا نصبر شويه، جمهور النادي الاهلي يصبر شويه على لاسارتي. واكيد طبعا هم جمهور النادي الاهلي فاهم كويس قوي ان الفتره دي هي فتره استكشافيه، فتره محتاجه ان النادي الاهلي يحقق الافضل ويحقق المطلوب منه حاليا ان هو يكسب. المكسب بيجيب مكسب، والمكسب كمان بيدي ثقه اكتر، بيدي نوع من التفاؤل عند الناس وبيدي تفاؤل عند اللعيبه. واعتقد ان هو ده الاهم حاليا بالنسبه للجهاز الفني. اكيد. طيب بمناسبه بقى الكلام عن الاسارتي وعن الانتقادات كمان اللي بتتوجه له، شايف ان ده من الظلم ليه؟ اكيد اكيد طبعا، يعني ازاي انتقد حد يعني بصرف النظر عن اي اخطاء داخل المباراه. لكن انا النهارده الراجل ما عندوش المعرفه الكامله او الدرايه الكامله بجميع اللاعبين الموجودين، وخصوصا كمان ان في لعيبه هو مثلا ما شافهاش. صحيح. يعني انا موضوع الاثار يعني حول مؤمن زكريا ومش مؤمن زكريا وبتاع، هو مؤمن زكريا الراجل ما يعني في التمرين بس ما شافوش، هو راجل ما شافوش في حاجه اكيد، ولا حصل اي نوع من الحوار
حوار في اي امر خاص باي لاعب بس يعني مش هو بس يعني. فهو الراجل جه شاف فرقه معينه بتلعب فبيكمل على اللي موجود لحين ان هو يستكشف بقيه المجموعه ويستكشف بقيه اللاعبين. بعد كده نقدر نحاسبه يعني على الاقل نديله 10 ماتشات او 12 ماتش يتعرف على الفريق الاول بشكل كويس. صحيح. بالظبط. طيب بالنسبه للاصابات يعني اصابات كتير قوي وصلت دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم 15 اصابه في الفريق يعني يمكن ده فريق وشويه فريق ونص مثلا اصابات. شايف الاصابات الكتير دي سببها ايه؟ هو الاصابات اللي هي خاصه مثلا برباط صليبي او رباط او حاجات قدريه دي حاجات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى دي امور ما لهاش اي تدخل انساني. لكن انا اعتراضي او يعني اللي انا بطلب توضيح فيه فيما يخص الاصابات اللي هي العضليه دي اكيد ليها سبب اكيد ليها امر يحتاج الى بحث يحتاج الى ان احنا نعيد الامور يحتاج الى ان احنا كمان يحصل نوع زي ما بيحصل في كل دول او انا اعرف طبعا النادي الاهلي بيعمل ده لكن محتاج ان احنا نعمله كمان دلوقتي حاليا نعمل نوع من القياس قياس للعضلات كل لعيب هل هو عنده تحمل ان هو يقدر ان هو يلعب 4 ماتشات 5 ماتشات 6 ماتشات في فتره ما هل هو كل لعيب يقدر ان هو يتحمل جهد بدني او حمل بدني في التدريبات بالشكل ده ده اللي انا بسال عليه يعني لازم يكون في بحث معين عشان خاطر لعيب زي مثلا احمد فتحي يعني ما كملش مباراه ورجع اصابه تاني فلازم يكون في بحث في الامور دي اما الاصابات اللي هي القدريه دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طيب شايف ازاي الاتهامات اللي بتوجه للجهاز الطبي للنادي الاهلي شايفهم مقصرين ولا يعني الموضوع ما يخصهمش هو يخص اكتر ارضيه الملاعب يخص الحمل البدني الخاص بالتدريبات اللي طبعا كان قبلها قبل ما يكون في مدرب الاحمال دلوقتي الحالي كان في مدرب احمال قبل كده فهو اكيد مسؤول عن الحمل البدني شايف مين السبب او شايف الانتقادات اللي بتوجه للجهاز الطبي دي ازاي؟ ما هو تغييرات الموضوع المدرب الاحمال ده احد الاسباب اكيد انا متاكد من ده يعني يعني تغييرات مدرب الاحمال دي هي ممكن تكون سبب في الاسباب عشان بس الناس تبقى يعني عارفه ان الجهاز الطبي او الدكتور هو مختص باصابات الملاعب وليس له اي يعني تدخل فيما يخص التاهيل او ما يخص وان هو ليه علاقه بعلاج الاصابات اللي بتنتج في الملاعب يعني مش ان هو اللي بيعمل الاصابات عشان بس يبقى الناس واضحه يعني الناس تعرف الكلام ده كويس الدكتور او الطبيب اللي هو اللي موجود سواء اللي موجود او اللي موجود او اللي هيبقى موجود او اي حد سابق الدكتور ده بيبقى مختص بالاصابات الخاصه بالملاعب لاعب مثلا اتصاب في كدمه لاعب اتصاب مش عارف ايه كلها حاجات اصابات ملاعب اما فيما يخص التاهيل البدني ده مش من اختصاصه هو يعني ده مش من اختصاص الطبيب اللي هو او الدكتور خالد محمود يعني عشان يبقى كلامه واضح يعني. تغيير المعدين البدنيين او المدرب الاحمال انا بشوف ان ده ممكن يكون احد الاسباب ممكن النهارده مدرب احمال بيجي بيبقى شغال بنظام مدرب الاحمال اللي يجي بعديه بيشتغل بنظام تاني فبيعمل نوع من اللود على اللاعب بيعمل نوع اللود على العضلات بتاعت اللعيب ما يعرفش ايه كل لعيب تحمله ايه لازم كل ده بيتعمل بموضوع القياسات ده اللي انا بشوفه يعني فممكن يكون في امور اخرى بس محتاجه بحث محتاجه ان احنا ندور فيها. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن صفقات النادي الاهلي اللي ابرمها في الميركاتو الشتوي، شايف انهي صفقه هي اللي هيبان تاثيرها سريعا على الفريق؟ هو طبعا انا بشوف ان في صفقات كتيره يعني ليها تاثير هيبقى كويس يمكن محمد محمود يعني من اللعيبه اللي كانت مهمه وهو عنده اير على السلامه ان شاء الله باذن الله من اللعيبه اللي كانت هيبقى ليها مستقبل كويس مع النادي الاهلي اعتقد كمان حسين شحات من اللعيبه اللي عندهم حلول كويسه وظهر بشكل كويس سواء مع نادي مقص قبل ما يسافر للعين الاماراتي وشارك في كاس العالم للانديه وكان لاعب مهم جدا انا بشوف ان النادي الاهلي محتاج يعني مركز مهم جدا ما اعرفش هل ده في اعتبارات الجهاز الفني ولجنه الكوره مركز الظهير الايمن اللي هو الباك رايت في مشكله النادي الاهلي حاليا دلوقتي ما عندوش غير محمد هاني بس فاعتقد ان ده من المراكز اللي واجبت التدعيم ليها الفتره اللي جايه لكن حسين شحات يبقى هو الصفقه اللي هيبقى ليها تاثير كويس على النادي الاهلي. طيب
طبعا من الانتقالات الشتويه او من ميركاتو الشتوي اللي حصل في الموسم الحالي، يمكن اهم الحاجات او ابرز الحاجات اللي شفناها انتقال عبد الله السعيد من السعوديه، شفناها في بيراميدز. رايك ايه في النادي الاهلي وفي شكواه ان هو محتاج ان هو ياخد حقه او يحفظ حقه في الصفقه دي؟ وطبعا طلبوا ال 2 مليون دولار زي ما كان العقد المبرم ما بين الثلاث اطراف قبل طبعا ما يرجع مره ثانيه للدوري المصري. لا، هو انتقال لاعب من النادي للنادي ده لا يشكل اي اهميه بالنسبه لاي فريق يعني. واعتقد النادي الاهلي اكد على ده يعني. هو خلاص يعني النادي الاهلي كان عنده لعيب وباعه لنادي اخر. صحيح. في شروط للعقد. صحيح. الشروط دي يجب ان تتحقق في اي وقت، خاصه كمان ان يعني ما فيش اي نوع من الالغاء لهذه الشروط او لهذه البنود يعني. فده حق بالنسبه للنادي الاهلي، اعتقد ان هو الموضوع محل يعني في اتحاد الكوره حاليا. اعتقد ان النادي الاهلي يعني عنده ثقه في الموضوع ده، لان زي ما تعودنا يعني النادي الاهلي ما بيدخلش موضوع لما يكون مدروس كويس ومعروف حقوقه كويس، وده طبيعي جدا. النادي الاهلي حق يدور على حقه الطبيعي ويدور على حقه المالي والقانوني، عشان ده حقوق ملهاش اي علاقه باي امور اخرى يعني. عبد الله السعيد كان لاعب في النادي الاهلي ولاعب ادى النادي الاهلي، وهو خد من النادي الاهلي كتير جدا. فبالتالي النهارده في حق بالنسبه للنادي الاهلي وادارته، وطبيعي ان هو يطالب وطبيعي ان هو يطالب بيه. صحيح. نروح لملف بقى تاني، وهو كاس امم افريقيا 2019. كان 2019 اللي هتستضيفها ان شاء الله مصر. شايف ازاي الاستعداد لتنظيم البطوله دي؟ وشايف مصر يعني هتستفيد قد ايه من تنظيمها اللي كان 2019؟ هو الحقيقه يعني التحرك السياسي والتحرك الدوله او رئيس الدوله لموضوع الامم افريقيا ادى اهميه ليه بدري جدا. وفي نفس الوقت كمان ان يعني الدوله كانت عندها يقين وعندها قوه في ان هي هتحسم البطوله دي صالحها ان التنظيم هيبقى في مصر يعني. فاعتقد ان كان في تحرك بدري شويه عن حتى اعلان مصر ان هي تنظم البطوله. تواجد رئيس الوزراء بشكل يومي في استاد القاهره، وان هو بيتابع الامور. صحيح. على مستوى جيد جدا. اعتقد ده بيدي اهميه كويسه بالنسبه للتنظيم. متابعه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اللي الحقيقه بيعمل مجهود كبير جدا 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 في الموضوع ده الملف، ومسخر جزء كبير من وزاره الشباب والرياضه لملف استضافه امم افريقيا. الموضوع مش سهل، الموضوع فيه صعوبات كتير جدا. وفعلا مش سهل، وكمان الوقت بقى قليل جدا. وقت جدا طبعا. هي كل الحكايه تقريبا 3 شهور. الناس ما تحسبش ان هي شهر 6، لا، لازم يكون في تحضيرات قبليها. صحيح. يعني على الاقل في شهر 4 بالكتير قوي يكون كل الامور كل حاجة جاهزه. انتهت. صحيح. يعني خصوصا كمان ان في متابعه من القياده السياسيه. لان الموضوع بيرتبط باسم مصر. أكيد. الموضوع طبعا بيرتبط باسم ان مصر هي اللي بتنظم، فبالتالي لازم يظهر مصر بالشكل الافضل ليها. على المستوى التنظيمي انا بثق في اتحاد الكوره الحالي او المهندس هاني ابو ريده، ان هو عنده قدرات كبيره جدا. معايير اختيار محمد فضل لحد دلوقتي ما حدش قالها لنا. لا خلاف على محمد فضل، لا خلاف على شخص محمد فضل. لكن كنا محتاجين نعرف المعايير اللي تم اختيارها ايه محمد فضل. التنظيم نتمنى ان شاء الله يطلع بشكل كويس. على المستوى الفني مصر فرقه قويه جدا. لكن عندي نوع من التخوف شويه بالنسبه لان احنا نستعيد تاني زي حصل مع 2006 يعني. طيب خليني اسالك برضو على حملات التوعيه الخاصه بتشجيع المنتخبات اللي طبعا اطلقتها وزاره الشباب والرياضه. حملات توعيه في كل المحافظات يعلموا الناس ازاي يشجعوا المنتخب بالطريقه المثاليه، عشان نقدر نعكس صوره الشعب المصري بطريقه مثاليه لكل العالم. شايف ده ازاي؟ هو طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك دور كبير جدا بيلعب بيه الدكتور اشرف صبحي ووزاره الشباب والرياضه كلها فيما يخص الملف عموما، وفيما يخص التشجيع، وفيما يخص ان هو دلوقتي حاليا بيستضيف كتير من الشباب عشان خاطر هم اللي يقدروا ان هم يشاركوا في التنظيم مع اتحاد الكوره ومع وزاره الشباب والرياضه. وده الدور المفروض تقوم به الوزاره، ان لازم ان احنا يحصل نوع من تمكين الشباب
ان هم يقدروا ان هم يشاركوا في التنظيم ويحسوا بالمسؤوليه، يحسوا يعني ايه تنظيم، ويحسوا يعني ايه فكره تامين، زي ما كنا شايفين في كاس العالم في روسيا. بالظبط كنا بنشوف قد ايه في فولنتيرز او شباب متطوعين عشان يساهموا او يساعدوا في تنظيم كاس العالم. بالظبط. الناس بس يمكن قلقانه من فكره التشجيع او فكره، لا انا اعتقد ان مفيش ان شاء الله يعني اي حاجه، لان صحيح. هيبقى طرف منتخب مصر، مش هيبقى طرف انديه، مش هيبقى طرف مشجعين او يعني روابط ما بين، لا هيبقى مصر كلها مع بعض. نتمنى يمكن إن شاء كمان من ابرز التصريحات اللي طلعت من وزاره الشباب والرياضه ان هم هيبتدوا برؤساء الانديه عشان يعني يبتدوا يعملوا اتفاقيات معاهم ازاي هيوصلوا للجمهور ويعلموهم ازاي يشجعوا بالطريقه المثاليه بغض النظر عن الانتماءات. شوفي حضرتك، احنا موضوع رؤساء الانديه ده انا بشوفه ان هو مش هيدي جدوى. الجدوى الحقيقيه ان انا انزل للراجل نفسه اللي بيحضر المباراه، الراجل نفسه او البنت او المشجع. هو ده اللي انا اقدر ان انا اتفق معاه، وهو ده اللي انا اقدر اخاطبه بشكل مباشر. انا مش محتاج وسيط ما بيني وما بين الشعب او مواطن او شاب او بنت، لا يعني لازم يكون في تواصل مباشر بعيدا عن رؤساء الانديه، وبعيدا مهما كان رؤساء الانديه هنسمع وهنقعد وهنعمل بروتوكولات، لكن محتاجين يكون في نوع من التواصل المباشر مع الشباب. الشباب هي عندها دلوقتي يعني كمان وعي كويس قوي، صحيح، وبداوا طبعا يعرفوا ان كان في مواقف اخرى قديمه كانت ضد البلد. النهارده الناس بدات تعرف، والناس مش بدات تعرف، لا عرفت خلاص القصه كلها بتمشي ازاي، فما بقاش محتاج ان هو حد يقول له، لا محتاج تواصل مباشر، محتاج ان احنا شركاء مع بعض، محتاجين ان احنا نطلع حاجه بشكل كويس باسم مصر. فاعتقد ان الشباب هيبقى ليهم دور كويس قوي ان شاء الله. في كلامك قلت لي انا خايف على اداء المنتخب الوطني، ليه بقى خايف على اداء المنتخب الوطني تحت قياده المكسيكي خافير أجيري؟ هو مش خوف على بخصوص خافير أجيري، لكن حاليا المنتخبات على مستوى افريقيا تدي نوع من القلق بالنسبه للمنتخبات، وده يمكن اللي حصل في امم افريقيا الاخيره. احنا كنا كويسين وكنا بنلعب بشكل وصلنا قبل الدور النهائي، لكن ما كانش الاداء او ما كانش يعني الشكل يقدر ان هو يدينا حق. لكن ده كان تحت فكر هكتور كوبر والطريقه الدفاعيه اللي كان بيلعب بيها، لكن دلوقتي الموضوع مختلف تماما. بنشوف المكسيكي خافير أجيري بيلعب بكره مفتوحه هجوميه بشكل كبير، اداء يعني مختلف 180 درجه عن هكتور كوبر. معاكي، متفق ومش مختلف خالص على ان أجيري يعني عمل شكل جديد بالنسبه لمنتخب مصر، لكن المنتخب الوطني حاليا ما عندوش العناصر من الخبره، سواء اللعيبه اللي هم المحترفين يعني او على راسهم محمد صلاح اللي هو يقدر ان هو لكن بقيه الفرقه، ويمكن كمان هو الراجل يعني حسب ما انا علمت يعني ان هو هيراجع نفسه في موضوع العناصر الخبره، صحيح. ان هو يستعين بيها في هو ده الكلام اللي اتقال في إن شاء الله. في الاجتماعات الاخيره ان هو اكيد محتاجهم. يعني لو حصل ان في عناصر خبره موجوده هتبقى مع منتخب مصر ممكن تسمع الفرقه، لكن لو هيمشي فيما يخص القرار ده يعني جه في نفس الوقت اللي اتصاب فيه وليد سليمان، واللي كنا كلنا مستنيين ان هو يكون موجود مع المنتخب الوطني في البطوله دي. وليد سليمان طبعا من اللعيبه اللي يعني كانت مهمه جدا بالنسبه للاهلي في الفتره الاخيره، وعمل يعني اقصى حاجه موجوده في الكوره يعني، صحيح. وقدم موسم كويس جدا، لكن وليد سليمان كان المفروض يعني يروح المنتخب من فترة طويله. طبعا سوء حظ بالنسبه للاصابه، لكن ممكن وارد جدا، صحيح. ان شاء الله انه يلحق ان شاء الله تاني وان هو يكون موجود، لكن يعني اتمنى ان قلقي ده ما يبقاش موجود على منتخب مصر. لكن الاهم بالنسبه لنا كلنا هو شكل المنتخب وشكل مصر وشكل التنظيم وشكل ان احنا نستطيع ان احنا ننظم بطوله كبيره جدا في 3 شهور بتكليف من الاتحاد الافريقي، صحيح. اعتقد ان ده هتبقى حاجه اضافه كويسه جدا من مصر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عندنا خبرين مهمين من الموقع الرسمي لنادي الاهلي. خبر بيقول ان الاهلي بيوافق على اعاره كريم يحيى لنادي سموحه. امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي اعلن عن موافقه النادي على اعاره كريم يحيى لاعب فريق الشباب لنادي سموحه لمده موسم ونص اعتبارا من الانتقالات الحاليه، انتقالات يناير الحاليه. وقال كمان انه تم الانتقالات
انتهاء من الإجراءات المتعلقة بانتقال اللاعب بعد الاتفاق مع مسؤولين سموحة على كل التفاصيل عشان يتم في النهاية الموافقة بشكل نهائي على إعارة كريم يحيى لاعب فريق الشباب لنادي سموحة لمدة سنة ونص. كمان في خبر تاني بيقول إن النادي الأهلي بيوقع عقد بطولتي أفريقيا للطائرة رجال وسيدات بكرة إن شاء الله. هيعقد النادي الأهلي مؤتمر صحفي بكرة بالليل أو الظهر إن شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي في مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان يوقعوا عقود استضافة النادي الأهلي لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات ورجال خلال شهر مارس وإبريل اللي جاي بعد إسناد الاتحاد الأفريقي الملف ده للنادي الأهلي في العام الماضي. كمان هيحضر المؤتمر الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطايره وجان كلود موبيتا نائب رئيس الاتحاد وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي. طيب نرجع مره ثانيه بقى لامم افريقيا. ولو انا سالتك عن النصايح اللي هتديها للجمهور وهما بيستقبلوا البطوله دي تقول لهم ايه؟ لا هو ان احنا يعني اهم نقطه ان احنا عندنا يعني قابليه ان احنا نستضيف افريقيا ونعيد تاني الشعب الافريقي او القاره الافريقيه لمصر. احنا كان عندنا يعني بعد شويه الفتره اللي فاتت كبيره جدا او جاب ما بيننا وما بين الدول الافريقيه. والحقيقه يعني الواحد لما بيسافر ويروح افريقيا بيحس بقد ايه الناس بتحب مصر جدا وبتحب شعب مصر جدا وبتحب قد ايه كل الحاجات الخاصه بمصر يعني الاكلات واللبس والحاجات دي كلها. فاعتقد ان دي امر مهم جدا الناس تبقى كمان عندها استيعاب للشعب الافريقي اللي بيبقى موجود سواء على المستوى العربي او المستوى الافريقي. يعني كل مواطن المفروض يحس ان هو سفير لبلده جوه بلده. بالظبط بالظبط ده مهم جدا ده مهم جدا ده الاهم. يعني النقطه الثانيه بالنسبه للناس اللي هتروح تشجع في الاستاد او تحضر المباريات عليها ان يعني احنا المنظر اللي حصل في استاد اسماعيليه ما عجبناش جدا وكان محل انتقاد كبير جدا للجمهور على الرغم ان احنا مش عاجبنا اداء النادي الاسماعيلي ومش عاجبنا اداء الاداره ومش عاجبنا اللاعبين كل الامور دي كلها. وده اكيد بيأخر كتير جدا في عوده الجماهير للمدرجات مره ثانيه. احنا محتاجين ان يكون ان شاء الله افريقيا 2019 هي البوابه الحقيقيه ان هي تكون لعوده الجمهور مره ثانيه للمدرجات في الدوري المصري. نشوف جمهور النادي الاهلي قاعد جنب جمهور نادي الزمالك جنب جمهور النادي المصري جنب جمهور النادي الاسماعيلي جنب جمهور الاتحاد السكندري كل الجماهير تحضر المباريات ويحصل نوع من التالف مره اخرى بين الناس ويحصل نوع من التشجيع اللي هو للكوره مش تشجيع عشان خاطر اهداف اخرى وعشان خاطر امور اخرى. فانا يعني اتمنى ان شاء الله ان افريقيا 2019 وخصوصا كمان ان في قرار كويس من الدوله ان هيحصل نوع من التذاكر الالكترونيه يعني صحيح. مش هيحصل وبصمه الوش سمعنا يعني عن تقنيات جديده ان شاء الله تدخل عشان تمنع وجود السوق السوداء او بيع التذاكر باسعار وهتسهل كتير جدا على الجمهور وعلى الشاب اللي هو عايز يروح يحضر المباراه واللي هو والاسره اللي عايزه تشجع مصر. فاعتقد ان دي كلها امور هتسهل كتير قوي ان شاء الله. اختيار الاهرامات مبدئيا ومنطقه الاهرامات وابو الهول ان هي تقام فيها قرعه امم افريقيا شايفها ازاي؟ اعتقد هو ده الاختيار الانسب طبعا ما فيش كلام. يعني هو دي المنطقه اللي بتؤكد على حضاره مصر صحيح. وكل العالم كله بيبقى يعني حريص ان هو يجي المنطقه دي ويزورها ويشوف يعني ازاي الناس دي عملت الموضوع الاهرامات وابو الهول والحاجات دي كلها. فاعتقد ان دي هتبقى يعني منظر مشرف جدا لما القرعه تتزع على الهواء وشاف منظر الاهرامات وابو الهول كل الناس هتبقى شايفه قرعه امم افريقيا والدول الافريقيه. واكيد طبعا هيبقى موجود ممثلين على الاتحاد الدولي وممثلين طبعاً. على كل الدول الافريقيه يعني. فدي امور كلها مميزه جدا بالنسبه للقرعه ان شاء الله. استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي في اليوم السابع نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا جدا شكرا على وجودك معانا. شكرا لحسن المتابعه. اشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده الساعه 5 مساء من كلام في الميديا. يوم سعيد لحضرتك.